أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة الجزء الأخير. كابتن فهد لرفي، كابتن محمد عيوه هم ضيفا حلقة الليلة. معنا على الهاتف قائد الفريق الاتحادي اللي تثنون عليه كلكم قبل شوي وتقولون عنه أنه من أكثر اللاعبين انضباطا، الكابتن سعود كريري. مساء الخير يا كابتن، ألف مبروك. مساك الله بالنور والسرور، الله يبارك فيك ويبارك في حياتك أخوي التركي. كابتن، أنت اليوم عندك فرحتين ولا لا؟ اي والله عندي فرحتين والله، الحمد لله يا رب العالمين، تحقيقنا البطوله واليوم عقد غران اخوي وهنا بالرياض والحمد لله يا رب العالمين. عندكم مناسبه زواج ولعب المباراه؟ والله عاد ايش نسوي، عاد نفرح معاه وعندنا مباراه مهمه الحمد لله يا رب العالمين. اليوم فرحتي فرحتين، واقول الف مبروك وبارك الجماهير الاتحاديه، اخوان اللاعبين الشباب اللي كانوا متواجدين معنا، اداره النادي، جماهير الاتحاد الوفيه اللي وقفت من النادي في السراء والضراء، نقول يعطيهم العافيه، وهذا اقل شيء نقدم الجماهير الاتحاديه الوفيه. الظروف كانت صعبه يا كابتن الفتره الاخيره على الاتحاد؟ والله زي ما تعرف الاتحاد مر فتره انتقاليه كبيره، شيلت لاعبين، راحت بعض اللاعبين، فزي ما تعرف الانديه الكبيره احيانا تتاثر، يبي لها فتره انها ترجع، والحمد لله يعني بالوجوه الصاعده والشباب الموجودين، معظمهم كانوا معسكرين معنا في المعسكرات الخارجيه، والحمد لله يعني كانوا جاهزين. وزي ما تعرف احنا دخلنا تحدي كاس الملك ان كلها نلعبها نهائيات، والحمد لله ربي وفقنا، ونقول على الجماهير الاتحاديه انهم يصبروا على الفريق، لا يستعجلون، هي صحيح حققنا بطوله الفريق لسه يبغى له شغل، وان شاء الله باذن الله سنتين قدام ان شاء الله راح يطلعوا. مطمن على مستقبل الاتحاد؟ والله باذن الله، باذن احدنا احد، اذا الاداره اهتمت للفريق واهتمت فيه اكثر واكثر، واحنا بعد نحمل اللعيبه مسؤوليه كبيره انهم يهتمون بانفسهم سواء داخل الملعب او خارج الملعب، باذن الله يعني انت زي ما تعرف معدل الاعمار ما يتعدى 20 سنه 21 سنه، هذول ممكن 10 سنين 15 سنه بيستمرون في الملاعب ان شاء الله باذن الله. الف مبروك لك يا كابتن، والف مبروك لاخوك، ان شاء الله الله يتمم له على خير يا رب. يبارك فيك طول العمر. فهد ومحمد يباركوا لك بعد. الله يبارك فيك ويبارك فيهم، الله يعطيك العافيه، وسلم سلام كثير. شكرا لك يا كابتن، شكرا حبيبي، شكرا جزيلا.